ننتقل للخبر التالي. واللواء محمود توفيق وزير الداخلية أرسل برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، والأكد فيها خالص التهاني وصادق الأماني بمناسبة عيد القيامة المجيد. كمان وجه وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق صدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك، وأرسل اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، أكد فيها تهنئته بعيد القيامة المجيد. كل سنة وإخواننا المسيحيين بخير وسلامة.